من أمري الدنيا والآخرة نحن وسائر المسلمين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، واقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقرائهم ومصنفاتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. قلنا في المجلس الماضي فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة، وهي لغة، يعني العدة لغة، الاسم من اعتد، وشرعا تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل، والمعتد على ضربين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل كله حتى ثانية توأمين، مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا كمنفي بالإعانة. فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. ووقفنا على قوله وإن كانت حائلة، والحائل اللي هي غير الحامل ولو غير مدخول، وإن كانت حائلا يعني غير حامل، ولو كانت غير مدخول بها عشان عدة الوفاة، لكن غير المدخول بها ملاش عدة في الطلاق. يعني لو واحد عقد على امرأة ولم يدخل بها فطلقها لا عدة عليه طالما لم يدخل، لكن لو مات قبل أن يدخل بها عليها عدة وفاة، خدت بالك؟ وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 من الأيام بلياليها، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ويكمل المنكسر 30 يوما. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة، وإن كانت حائلا وهي من ذواتي أي صواحب الحيض فعدتها 3 قروء. والقروء هي الأطهار عند الشافعية خلافا للأحناف، قالوا أن القرء أو القرء بفتح القاف وضمها لغتان صحيحتان، يعني القروء جمع قرء أو قرء بفتح القاف وضمها لغتان صحيحتان. والقرء لفظ مشترك في لغة العرب بين الحيض وبين الطهر، مشترك يعني إيه؟ لأن في ألفاظ يبقى ليها معنى واحد، يسموه معنى حقيقي ملاش معنى آخر، في ألفاظ تكون لها معنى حقيقي ومعنى مجازي كويس، وفي ألفاظ تانية تبقى ليها أكثر من معنى حقيقي يسموها مشترك لفظي. فيبقى القرء ده من الألفاظ اللي ليها معنيين حقيقيين، معناها ايه؟ يسموه مشترك. زي العين، العين لها معاني حقيقية كثيرة، العين الباصرة وعين الماء والعين الجاسوس والعين الذهب، كل دي ألفاظ مشتركة في كلمة عين واحدة كويس. فكذلك القرأ أو القرء فهو مشترك في لغة العرب، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر اللي هو بين الحيضتين أو بين نفاس وإيه وحيض. الشافعية حملوه على الطهر والأحناف حملوه على الحيض، واضح؟ وعلشان كده احنا بنقرأ في كتب الشافعية يقول لك ايه 3 قروء وهي الأطهار، عشان ده كتاب شافعي. لو بتقرأ في كتاب حنفي يقول لك وهي الحيضات. وإن طلقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، يعني لو طلق وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه اتحسب هذا الطهر قرء الأولي، ثم تيجي تحيض أول حيضة الطهر اللي بعدها يبقى نمر 2، تحيض تاني حيضة الطهر اللي بعدها
تالت طهر. يبقى بمجرد ما تشرع في ايه، في الحيضه الثالثه انقضت عدتها. واضح؟ يبقى انقضت عدتها بالطعن في حيضه ثالثه، لانه طلقها في حال طهر لم يمسها فيه، بيتحسب. طب افرض طلقها في طهر مسها فيه، يأثم ويبقى طلاق بدعي ولا يحسب هذا الطهر ايه من ضمن الاقراء. نستنى اما تحيض ونحسب الطهر اللي بعده. واضح؟ وبالتالي نهى الشرع الشريف عن طلاق المرأة في حال طهرها الذي مسها الزوج فيه، لأن هذا يؤدي إلى طول العدة. إطالة العدة على المرأة ضرر، وكذلك قد يؤدي إلى حدوث حمل، ويمكن لو عرف إن مراته حامل يندم إنه طلقها. واضح؟ فالأحسن إن هو ما يطلقش في طهر مسها فيه، لو هو عايز يطلق ينتظر حتى تحيض ولا يطلقها وهي حائض. يأثم، لأنه ده طلاق بدعي، أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه، ويقع الطلاق البدعي لكنه يأثم الزوج. أو طلقت حائضا على اعتبار أن ده طلاق بدعي، واحد جاهل طلق مراته حائض. أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، لأن هيتحسب يطلقها حائض، أدي حيضة أهو، يجي طهر بعدها أول طهر، بعد الحيضة التانية طهر، اللي بعدها تاني طهر، الحيضة التالتة طهر، اللي بعدها تالت طهر، أول ما توصل للحيضة الرابعة يبقى انقضت عدتها. واضح؟ وما بقي حيضها من حيضها لا يحسب قرآن. يعني هو طلعها في أول يوم حيضها، الحيض ده ما مش محسوب. واضح؟ خالص. وإن كانت تلك العدة المعتدة صغيرة أو كبيرة، لم تحض أصلا ولم تبلغ سن اليأس، أو كانت متحيرة، والمتحيرة نوع من المستحاضات اللي هي إما تكون غير مميزة أو تكون مميزة، إما أن تكون معتادة أو غير معتادة كما شرحنا في باب الاستحاضة، أو آيسة فعدتها 3 أشهر. هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر، يبقى فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحل، مش كده برضو؟ فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان، ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء، يعني هي بتعتد بالشهور كويس، لأن هي آيسة من الحيض أو لم تبلغ سن الحيض أو بلغت سن الحيض إلا أنها لم تحض، كل الأحوال دي هتعتد ب3 شهور. اعتدت الحمد لله 2 شهر عدوا ما فيش حيض، لأن هي أصلا ما بيجيلهاش حيض، بعد نص شهر جالها حيض، يبقى عدتها بالإيه؟ تنتقل إلى عدة الأقراء. واضح؟ لو طرأ علي الحيض في أثناء العدة تنتقل لعدة الأقراء. طب لو مضت 3 شهور لم يأتيها حيض ثم جاءها الحيض، انقضت عدتها خلاص، مش هنرجعها. فهمت؟ وجب عليها العدة بالأقراء أو بعد انقضاء الأشهر، لو جالها الحيض يعني بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء خلاص، تبقى انقضت عدتها. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا. هنقف كده، لأن بعد كده عدة الأمة نعمل لها قعدة لوحدها. الشيخ البيجوري هنا بيعلق على الفقرة السابقة، بيقول قوله وإن كانت حائلا بهمزة مكسورة، أي غير حامل، يبقى حائل معناها غير حامل، يبقى عندنا حامل عكسها حائل، وزنا وخلاف المعنى، عكس المعنى. ولو غير مدخول بها، لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الدخول، ومثل الحائل الحامل من غير الزوج كما تقدم التنبيه عليه، يعني واحدة حملت من غير زوجها حمل سفاح يعني وطلقها، يبقى عدتها ايه؟
مش بوضع الحمل، لأن هذا الحمل غير محترم وغير منسوب له، يبقى عدتها 3 شهور. واضح؟ كما تقدم التنبيه عليه. أي مش من غير زوجية ممكن يوطى شبهة؟ ما احنا قلنا هنا اللي بيقصد هنا اللي هي ايه؟ بزنا. لكن لو كان منفي بلعان يبقى محتمل، يبقى بوضع الحمل. ما احنا ايه قلناها بالتفصيل الدور اللي فات. قوله فعدتها اي الحائل. الحمد لله. يكون الله يصلح بالكم. مش عارف انا ايه الزكام اللي بيجي للناس ده اخر الشتاء، حاجه غريبه. الحمد لله. البني آدم أصله من أهل العوارض، وكثرة العوارض عليه دليل الافتقار، إنه فقير إلى ربه. العوارض هي التغيرات، والتغير علامة الحدوث، والله دائم لا يتغير. قايل كده في إيه؟ في الخريدة البهية سيد أحمد درديب. واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر لانه قام به التغير. يبقى التغير علامه الحدوث. المهم احنا خلينا ايه في الموضوع هنا. فعدتها اي الحائل ولو صغيره او زوجه صبي او ممسوح، بشرط ان تكون حره كما هو السياق، لان الام غير الحامل المتوفى عنها عدتها 2 شهر و5 ليال، يعني نصف عده الحر. الحرة 4 شهور و10، نصفهم 2 شهر و5 أيام كما سيأتي في كلام المصنف. فكلامه هنا مقيد بالحرة أخذا من كلامه الآتي، وقوله 4 أشهر و10 برفع 10 كما في نسخة، وهو ظاهر، وبنصبه 10 كما في نسخة أخرى على أنه مفعول معه أو أنه مفعول لمحذوف والتقدير وتزيد 10. وحكمة الأربعة أشهر أنها لو كانت حاملا لتحرك الحمل فيها لنفخ الروح فيه حينئذ، وزيدت العشر استظهارا تأكيديا. قوله من الأيام بلياليها أشار بهذا التقدير إلى أن المتن منون، لكن المناسب لترك التاء في عشر أن يقول من الليالي بأيامها، لأن 10 إيه؟ تؤنث لو كان المعدود مذكر، وتذكر إن كان المعدود مؤنث عكسها. عشان كده بيقول إيه ترك التاء في 10 أن يقول من الليالي بأيامها، لأن ليلة مؤنث يبقى 10 بغير تاء، ولو قال من الأيام هذا يوم يبقى يقول 10. أن يقول من الليالي بأيامها، لكن المعدود محذوف في كلام المصنف، فيجوز ترك التاء ولو كان المعدود مذكرا، لكن مراعاة القاعدة أولى. قول وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، يعني بالشهور القمرية وليست بالشهور الشمسية الميلادية، أي مدة إمكان اعتبارها بالأهلة، بأن وافق موت الزوج أول الشهر فتعتبر الأربعة أشهر بالأهلة تامة أو ناقصة، وتكمل بعدها بعشر، هذا إن علمت الأهلة. فإن خفيت عليها كمحبوسة اعتدت ب130 يوما اعتبارا بالعدد، 4 شهور في 30 120، وعشرة يبقى 130، ده لو كانت محبوسة وما تعرفش إيه الأهلة. قول ويكمل المنكسر 30 يوما، أي بأن مات الزوج في أثناء الشهر فيكمل من 5 30 يوما، وتأتي بعد تكميله بالعشرة إن لم يكن الباقي من المنكسر 10 أيام. يعني هي عليها 4 أشهر و10، مات نص الشهر، يبقى ايه نشوف نص الشهر ده يبقى 15 يوم نركنه، وبعدين يجي الشهر الهلالي اللي بعديه طلع 29 يوم، ما يجراش حاجة، شهر اللي بعديه طلع 29 يوم زيه برضو شهر، وبعدين بعد كده نجيب شهر كمان ادي 3، وبعدين نجيب شهر رابع ادي 4، وبعدين نجيب ايه نخصم بقى، وبعدين هي كان عندها نص شهر هناك، يبقى هناخد الا 5 ايام من الشهر،
عشان تبقى ايه 14 و10. فهمت المساله؟ يعني بتحسبها من المنكسر. ويكمل المنكسر 30 يوما، اي بان مات الزوج في اثناء الشهر فيكمل من الخامس 30 يوما، وتاتي بعد تكميله بالعشره ان لم يكن الباقي من المنكسر 10 ايام، والا حسبت العشره فتاتي بعدها باربعه اشهر هلاليه. قول وغير المتوفى عنها زوجها، وهي المفارقه في الحياه سواء كانت فرقه طلاق او فسخ بعيب او انفساخ برضاع او لعان، دي انواع الفرقه. عايز يقولها لك ان الفرقه مش بالطلاق وبس، يعني الفرقه في غير الوفاء اما ان تكون بطلاق كان حقه كان يقول او خلع، كان ممكن يزوج طلاق او خلع، او فسخ بعيب او انفساخ برضاع، اتضحت ان اخته من الرضاع فانفسخ العقد، او لعان حصل لعان، ومثلها المعتده عن وطئ الشبهه. ولو مسخ الزوج حيوانا، دي احتمالاتها، لان المسخ صحيح رفع من الامه على مستوى العام، الا انه قد يحدث في بعض الافراد، قد يحدث في بعض الافراد. فبيقول ولو مسخ الزوج حيوانا فهو كفرقة الحياة، كأنه مات. يعني جوزها صبحت الصبح لقيت جوزها كلب، تحول إلى كلب، يبقى هنا الحيوان حي، لكن لما تحول إلى حيوان كأنه كإنسان مات. واخد بالك؟ تبقى 14 و10. ولو مسخ الزوج حيوانا فهو كفرقة الحياة، بخلاف ما لو مسخ جمادا فإنه كفرقة الوفاة. واعلم أنه لو مات عن المطلقة الرجعية في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة لأنها كالزوجة. يعني وطلق مراته طلقة رجعية في أثناء عدتها مات، تنتقل لعدة الوفاة وتسيب بقى عدة إيه؟ الطلاق. انت بالك؟ تنتقل لعدة الوفاة، انتقلت إلى عدة الوفاة لأنها كالزوجة وترث حينئذ، بخلاف البائن طلقها الطلقة الثالثة، دي بينونة كبرى، أو طلقها مختلعا إياها خلعا، دي طلقة بائنة. طيب في الحالة دي لو مات ما تنتقلش بقى إيه لعدة الوفاة، لأن هي ملهاش علاقة بيه خلاص، لأنها بانت منه، تظل في عدة الطلاق لبراءة الرحم فقط. واضح؟ ولو ادعت المعتدة التي مات عنها زوجها أنها انقضت عدتها قبل موته لم تسقط عنها العدة ولم ترث، وقيده القفال بالرجعية وهو ظاهر بخلاف البائن، فتصدق في قولها لأنها لا تنتقل كما علمت. ولو ادعت أن الطلاق رجعي لترث وقد جهل أنه رجعي أو بائن صدقت، لأن الأصل عدم الإبانة. كل دي بقى قضايا فرعية متعلقة بالمسألة. قوله إن كانت حاملا، أي وإن لم يظهر كونها حاملا إلا بعد عدة أقراء أو أشهر، لأنهما يدلان على البراءة ظنا، ووضع الحمل يدل عليها قطعا، فالعبرة به لا بالأقراء ولا بالأشهر. يعني لو هي بتقضي عدتها بالأشهر فبانت حاملا انتقلت إلى انقضاء العدة بوضع الحمل، خدت بالك؟ والمنسوب قوله المنسوب لصاحب العدة فعدتها بوضع الحمل. المنسوب لصاحب العدة أي زوجا كان أو غيره، كالواطئ بشبهة كما في النكاح الفاسد. والمراد لصاحب العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان، فلو لاعن حاملا ونفى الحمل انقضت عدته بوضعه، وإن كان منفيا عنه ظاهرا لإمكان كونه منه، بدليل أنه لو استلحقه لحقه، يعني استلحق نسبه لحقه. فلو لاعن حاملا ونفى الحمل انقضت عدته بوضعه، وإن كان منفيا عنه ظاهرا، ظاهرا يعني قضاء، ادي معنى ظاهرا،
لا حقيقة، يمكن يبقى هو منه لإمكان كونه منه بدليل أنه لو استلحقه لحقه كما مر. يمكن أما تيجي توضعه تلاقيه شبه الخالق بالناطق يعرف لونه مثلا، فيروح مستلحقه بقى في الحالة دي يلحقه كما مر. فإن لم يكن منسوبا لصاحب العدة كحمل زوجة الممسوح فلا تعتد بوضعه بخلاف المجبوب. الممسوح يعني مخلوق ملوش ذكر، إنما المجبوب ده كان ليه ذكر بس اتقطع في حادثة يعني، أو في جراحة، أو في حالة ختان راح يختنه واحد أعمى فراح قطعه كله، لكن هو مخلوق بيه. أو ده ممكن يكون عنده سائل منوي يخرج من الفتحات، فممكن احتمال تحمل منه بالرغم ان هو ايه مجبوب، وبالتالي الممسوح غير المجبوب حكما. الممسوح اللي ما عندوش منية اصلا، انما المجبوب ممكن يبقى عنده منية وبيخرج من الفتحة بجوار فتحة البول، محتمل ومحتمل. ومثل الممسوح كل من فلا تعتد بوضع بخلاف المجبوب والخصي والمسلول، فإن زوجة كل منهم الحامل تعتد بوضع الحمل. ومثل الممسوح كل من لم يمكن كون الحمل منه، كأن وضعته لدون 6 أشهر من إمكان الاجتماع، يعني هو تزوجها ودخل بها وراحت إيه مخلفة بعد الزواج والدخول بـ2 شهر، يبقى ده مستحيل يبقى ابنه، واضح؟ لكن لو وضعته 6 أشهر فأكثر يبقى احتمال الكبير ابنه، يبقى ابنه. أو فارقها ووضعته بعد فرقته بـ4 سنين يبقى احتمال ابنه، لأن أقصى مدة الحمل عند الشافعية في المذهب 4 سنوات، والقانون المصري الآن 12 شهر سنة، خدت بالك؟ ومثل الممسوح كل من لم يمكن كون الحمل منه كأن وضعته لدون 6 أشهر من إمكان الاجتماع أو لفوق 4 سنين اللي هي أقصى مدة حمل عند الشافعية من الفرقة. نعم إن ادعت في الأخيرة اللي هي لما وضعته بأكثر من 4 سنين، لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن انقضت به عدته. وإن انتفى عنه قول وإن كانت حائلا أي أو حاملا بحمل غير منسوب لصاحب العدة كما علمته قريبا، وهي من ذواتي أي صواحب الحيض، أي بأن كانت تحيض ولو مرة ولم تبلغ سن اليأس. قول فعدتها 3 قروء أي وإن طالت، يعني في امرأة تحيض كل 6 شهور حيض يبقى عدتها 1.5 سنة، ملهاش دعوة، هي نصيبها كده، خدت بالك؟ بتحيض مرة كل سنة يبقى عدتها 3 سنين وهكذا، ملناش دعوة، المهم إنها من ذوات الحيض يبقى إيه عدتها 3 أقراء حتى ولو طالت المدة. فتعتد بالأقراء، وإن طالت أو استعجلت الحيض بدواء، وإن طالت المدة أو استعجلت الحيض نفسها بدواء، يعني خدت دواء عشان تنزل الحيض، يبقى عدتها 3 قروء برضه. ومن انقطع حيضها لعارض كرضاع ومرض أو لا لعارض تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تفضل صبرا لحد ما تبلغ سن اليأس. يعني امرأة حاضت وكانت وبعدين انقطع حيضها لا في سن اليأس بسبب مرض واتطلقت، عدتها أنها تنتظر أنها تحيض. طب تفضل تنتظر قد إيه يعني؟ قال لك تنتظر حتى تبلغ سن اليأس. وصلت سن اليأس ولسه ما حضتش، يقول لك تقعد تعتد بـ3 شهور بقى. طب وايه هو سن اليأس؟ قال لك 60 سنة، قال له 62 سنة، فطبعا مقلب كبير للست، واخد بالك؟ طلع عندها 40 سنة وقعدت ما حضتش لحد ما بقى عندها 60 سنة، تفضل مربوطة بالحيض منتظر الحيض، بلغت 60 ولسه ما حضتش يبقى تعتد بـ3 أشهر. فتعتد بالأقراء أو حتى تبلغ سن اليأس وهو 62 سنة على الأصح. طب افرض هي عملت عملية استئصال رحم في الزمن بتاعنا ده،
استئصال الرحم كانه سن الياس خلاص. فهمتني؟ ان شاء الله يكون عندها 30 سنه ملناش دعوه، طالما عملت استئصال رحم يبقى دي مش هتحيض. واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي عدتها 30 3 شهور وخلاص. الصوره دي ما كانتش هتبقى ايام الامام البيجوري لان ما كانش عندهم عمليات استئصال رحم. فلا ينص عليه الامام البيجوري. عصره ما كانش كان عندهم هذه العمليه. فاهم؟ وبالتالي الصوره دي مش هتلاقيها على ايام الامام البيجوري. ايه سن الياس؟ وهو 62 سنه على الاصح. مقابل الاصح قيل 60 وقيل 50. ثم بعده تعتد بالاشهر. يبقى عندنا 3 اوجه في سن الياس. نساله 50 ونساله 60 ونساله 62. طب ايه دليلهم من الحياه؟ استقراء مش من الشرع، العاده محكمه. يسال كده في اهل البلد. الحيض عندكم يا ستات في المنطقه دي بينقطع في سن كام؟ يسال القوابل اطباء النساء والتوليد يقولوا له. خدت بالك؟ قالوا له احنا والله في المنطقه بتاعتنا دي بيقعد الست لحد 60 سنه وينقطع حيضها. يقول خلاص يبقى 60 سنه واحده. يروح حته ثانيه يقولوا لا 62، حته ثالثه يقولوا لا 50. يبقى ايه؟ على حسب المكان يسموه ايه؟ نعرفها العادة محكمة. احنا عندنا في اصل من اصول المذهب الشافعي العادة محكمة. واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش سن معين حدده. عشان كده في 3 اقوال. احنا عندنا في مصر هنا 55، معظم الستات سن 55 فما زاد ينقطع حيضها. انا شفت عيانة مرة عندي 53 سنة وحامل. وبنتها جايه معايا حامل. هما الاثنين جايين حوامل ما شاء الله. بتحصل، نادر صحيح بس بتحصل. 53 وحامل او حامل. وتيجي تقول لك غلطه، ايه غلطه دي؟ تمام؟ مفيش غلطه ولا حاجه، وربنا اراد تحمل خلاص تحمل. يعني المصريين في الغالب في طبيعه اهل مصر سن الياس عند 55 في الغالب الاعم، تلاقي بعد ال 55 كله انقطع حيضه. نادر اول ما تلاقي واحده 56 وتقول لك لسه 7، لكن عند ال 60 خلاص المحبس اتقفل انتهينا. ستنا ساره ربنا سبحانه وتعالى امراه سيدنا ابراهيم في سن ال 90 حاضت ايه وجابت له اسحاق. وامراته قائمه فضحكت، يعني حاضت. ضحكت هنا يعني ايه؟ حاضت. ما يضحك يعني حائض في لغه العرب، مش ضحكت يعني هي هي يعني هي كان انقطع حيضها سنين طويله. ستنا ساره زوجة سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم كان بلغ من العمر 100، ستنا ساره كان عندها 90. وبعدين تجي له البشاره انه حييه ان ساره هتحمل وتجيب لك نبي سميه اسحاق. وستنا ساره 90 سنه وسيدنا ابراهيم 100 سنه عمره. فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ده انا في شبابي كنت عقيمه، اما بقى عجوزه اخلف حاجه غريبه. فاهم؟ عجوز عقيم يعني انا عجوزه، ده انا لو كنت اصلا ولود في الشباب فانا دلوقتي خلاص عقيم، فما بالك وانا عجوز وكنت في شبابي عقيمه. قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. لما جم الملائكه قبل البشاره جالها الحيض. فهمت؟ فلما جت البشاره كان جت لها البشاره وكانت مؤهله لان تحمل. ادي معنى كده. فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى دي على سبيل الايه؟ المعجزه بقى. حاجات خصوصيه للانبياء، فما نقولش بقى ان احنا نستنى الستة ما تبقى عندها 90 سنه عشان نقول ايس. فهمتني؟ لان دي على سبيل المعجزه، دي خاصه بالانبياء. لا كانت قائمة يعني حاضرة، يعني حاضرة حال مجيء الايه الملائكة. يعني قالت يا خرابي بعد السن ده يا كده يعني سكت وجهها كده. على عادة النساء يعني لما يجي لها خبر مفزع. في سرة يعني في صوت مرتفع.
زي الستات ما يقول لك يا مصيبتي يا خرابي حاجه كده، فهمت ازاي؟ لانها فوجئت بالايه، بحاجه ما كانتش متوقعه خالص ابعد ما تكون عن ذهنها. لكن احنا عندنا زي ما قلت لك ان الياس مثلا، سن الياس في اوروبا عشان عندهم الدنيا برد على 50 48، على طول تشطب الست بدري بدري في البرد كده، لان الجو البارد الميتابوليزم بتاع الجسم بطيء شوية، انما الجو الحار بتبقى ايه فيه سخونة، فبيبقى ايه الميتابوليزم يعني التمثيل في الجسم الانسان بيبقى نشط، وعشان كده تلاقي سن البلوغ في المناطق الحارة بدري قوي، 9 سنين تلاقي البنت حاضت وعندها 9 سنين، اوروبا 14 سنة فين؟ لانها على نار هادية، هنا على نار مولعة جنب خط الاستواء، فهمت بقى؟ وهكذا، فكل ايه يبقى تختلف باختلاف الاجواء وايه والطبائع البشر. عشان كده الامور دي متروكه ان كل منطقه تاخد لها السن بتاعها، خدت بالك؟ وما تاخدهاش من الكتاب، ده انت تيجي كفقيه تسال المنطقه اللي انت عايش فيها السن ايه وتحكم بهذا حسب العاده، ليه العاده محكمه. ثم بعده تعتد بالاشهر ولا مبالاة بطول المدة عليها، وبذلك يعلم عدم صحة ما يفعله بعض جهلة فقهاء الريف من تزويجهم لمن قطع حيضها لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس، ويسمونها بمجرد الانقطاع أيسة، ويكتفون بمضي 3 أشهر ويستغربون صبرها إلى بلوغ سن اليأس، ثم الاعتداد ب3 أشهر ويقولون كيف تصبر حتى تصير عجوزا، فليحذر من ذلك. يبقى الإمام البيجوري كان أيامه الظاهر بعض إيه فقهاء في أرياف مصر إيه بيلخبطوا في المسألة دي، والست طالما في سن الـ40 وما جالهاش الحيض سنة ولا حاجة يقول لها خلاص اعتدي ب3 شهور واتجوزي بعد. فقال خد بالك الكلام ده غلط، اللي بيعملوه دول غلط، لازم تستنى لما تبلغ سن اليأس وبعدين تعتد بالأشهر. فالفقهاء الجهلة دول اللي الشيخ البيجوري بينتقدهم يقول لك ازاي نصبر عليها لما تبقى عجوز وراع عليها وبعدين نقول لها اعتدي واتجوزي بعدين، مش هتتجوز. قال لهم مالناش دعوة، هي كده هو الحكم كده. فليحذر من ذلك، لأن الأشهر إنما جعلت للتي لم تحض أصلا وللآيسة، وهذه غيرهما، دي حاضت قبل كده مش كده بس، إنما اللائي لم يحضن يعني لم يحضن أصلا، والآيسة في سن 60 ودلوقتي مش في سن 60، فلازم ترجع للأصل وهو إنها تعود لسن اليأس. ولو كانت من انقطع حيضها رجعية استمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها وسكناها كمان الى انقضاء العدة، يبقى يا خراب بيت اللي طلق يقعد ينفق عليها ويسكنها 20 سنة، فهيلاقي الحكاية خسرانة فيردها بقى وخلاص بدل ما يطلقها ويستحمل. يبقى ولو كانت من انقطع حيضها رجعية استمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها وسكناها إلى انقضاء العدة، ولا عبرة بتضرر الزوج بذلك في طول المدة، كما لو كانت حاملا ومات في بطنها وتعذر خروجه بدواء أو نحوه وطالت المدة جدا، وهذا هو المعتمد. زمان ما كانش في حاجة اسمها تفريغ رحم ولا قيصريات، فممكن العيل يموت في بطن الأم وإيه ويبقى ماميفايد يعني يتحول لموميا، والجسم يعمل عليه غلاف وبتاعه ويعيش جوه بطنها كده ولا تسمم ولا حاجه، ويقعد معاه ويموت بيها، وتفضل حامل فيه كده لا تضعه خلاص لزق فيه، لان ما كانش فيه وسائل جراحيه لتفريغ الرحم. يبقى في الحاله دي ده الفقه بتاع زمان بقى، لان ما كانش فيه طب. دلوقتي الصور دي مش هتلاقيه، الصور دي مش هتلاقيها، لان العيل لما بيموت في بطن امه يبقى ينزلوه باي طريقه، حتى لو فشلوا في كل الطرق بيفتحوا الرحم كانه قيصريه ويفضوه خلاص. لكن الصور دي بتبين لك ايه التدرج الفقهي، وان الفقه يختلف باختلاف احوال الناس والعادات والعلاجات والحاجات دي والامراض. وهذا هو المعتمد كما نقله الشيخ عطية عن الشبرمليسي. شبرمليسي نسبة لشبرمليس، ودي ما ايه قرية موجودة تبع المنوفية، كان الشيخ الشبرمليسي منها، خلافا لما نقل عن الرافعي من أن ذلك بالنسبة للعدة. وأما في الرجعة والنفقة وتوابعها، الإمام الرافعي قال لا، لو طالت العدة بطريقة بتاع يبقى العدة تستمر
لكن النفقه تقف والسكنه تقف. ده الامام الرافعي قال لك لا، الراجح بقى خلاف ما قاله الرافعي ان يستمر النفقه والعده والسكنه كله مع بعض، خلافا لما نقل عن الرافعي من ان ذلك بالنسبه للعده، واما في الرجعه والنفقه وتوابعها فتمتد الى 3 أشهر فقط، ولا تستمر حتى تبلغ سن اليأس لما يلحق الزوج في ذلك من الضرر، وهذا ضعيف. والأول هو المعتمد أو هو الصواب. قول وهي الأطهار، اللي هي الثلاث قروء هي الأطهار، لما كانت القروء مشتركة بين الحيضات والأطهار، بين المصنف أن المراد بها الأطهار كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة، ولقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. إن لعدتهن معناه يعني مستقبلات عدتهن، ومعلوم أن الطلاق في الحيض حرام، يبقى معناه في طهر لم تمسها فيه، والطلاق في الحيض حرام كما مر، فالطلاق المأمور به يكون في الطهر لتشرع في العدة حينئذ، بخلاف الطلاق في الحيض فإنها لا تشرع في العدة عقبه كما يعلم مما سيأتي. والحاصل أن القرء بضم القاف وفتحها القرء مشترك بين الحيض والطهر، ومن إطلاقه على الحيض دليل إطلاقه على الحيض ما في خبر النساء وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضتها، ده حديث كده في النساء. وقيل القروء للأطهار والأقراء للحيض، وربما يشهد له هذا الحديث فإنه جعل الإقراء للحيض. قوله وإن طلقت طاهرا، أي والحال أنه سبق لها حيض أو نفاس، فلا يحسب طهر من لم تحض ولم تنفس قرءا، لأن القرء هو طهر محتوش بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو نفاسين، كأن تلد من زوج ثم من زن أو عكسه. وقول بأن بقي من زمن طهرها بقية، أي وإن قلت، بخلاف ما لو قارن الطلاق آخر جزء من طهرها بتعليق أو غيره، فهي كالمطلقات المطلقة حائضا فلا تنقضي عدتها إلا بالطعن في حيضة الرابعة. يعني لو طلقها طاهرا في آخر حيضها، يعني فاضل على حيضها 2-3 في آخر طهرها طلقها، الطهر ده ما يتحسبش، لكن يتحسب اما يبقى في اول طهرها، طلقها في اول طهرها يبقى الطهر ده يتحسب ما لم يمسها في هذا الطهر، خدت بالك؟ لكن لو طلقها في اخر طهرها على قرب حيضها يبقى في الحاله دي ما يتحسبش هذا الطهر، وتنتظر لما تحيض وتبتدي تحسب من الطهر اللي بعده. ايوه زي كانه طلقها في حال حيضها بالظبط. قوله إن قضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أي لأن بقية الطهر تعد قرءا فيصدق على بعض القرء مع القرءين بعده 3 قروء كما صدق على الشهرين وبعض الشهر أشهر. بيقول لك دليل أن يصدق لأنه طلقها في طهر، فيعتبر بعض الطهر ده حسبناه طهر كامل، ألا إن بعض الشيء أحيانا يجبر ويحسب شهرا، بدليل إن ربنا قال في الحج أشهر معلومات وهو عبارة عن 2 شهر و10 أيام، وقال عليه أشهر معلومات يعني يعتبر 3 شهور وهو جزء من الشهر، مش كده برضه؟ شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة قال عليه أشهر معلومات، فأدي الدليل على إيه؟ إنك أنت جزء الطهر تحسبه طهر كامل. فيصدق على بعض القرء مع القرئين بعده 3 قروء كما صدق على الشهرين وبعض الشهر أشهر، في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاء عدتها، يعني أول ما تبتدي الحيضة بقى الرابعة أول ما تبتدي الزمن ده ليس من عدتها، لكن ده يتبين منه انقضاء العدة ولكن ليس من العدة.
أو طلقت حائضا أو نفساء، ومثلها من طلقت مع آخر طهرها برضه بتعليق أو غيره كما مر. قوله انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، أي لأجل أن تتم لها ثلاثة قروء وهي الأطهار. وقد عرفت أن زمن الطعن في الحيضة ليس من العدة، وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا. هذا لا يتوهم، لأن المراد من القروء الأطهار كما مر، فلا يتوهم أن بقية الحيض تحسب قرءا، اللهم إلا أن يقال ذكره لمشاكلة بقية الطهر السابقة، أو يقال ذكره للرد على من يقول المراد بالأقراء الحيض كأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وإن كانت تلك المعتدة برضو، شوف أبو حنيفة يخالفنا ونقول إيه رضي الله عنه، لكن الوقت اللي يخالف جماعة الوهابية مبتدع ضال مضل في النار على طول كده. شوف الفرق بين الإيه الأزهر القديم في استيعابه الخلاف بصدر رحب، لأن اللغة تحتمل، ولفظ القرء ده لفظ مشترك، واخد بالك، وهو خلاف معتبر، يوم يبقى إيه يقول لك رضي الله عنه بالرغم إنه يخالفه ترد عليه. دلوقتي لا، ده بيوافقه ويدي عليه، فما بالك لو خلفه، لو خلفه يقتله، فبقت الحكايه صعبه. ايوه مقصود ايه بزمن الطعن في، يعني البدء فيه، الطعن في الشيء يعني البدء فيه، يعني طعنت في الحيض يعني بدأت فيه، يبقى اول ما تبدأ في الحيضه الرابعه يبقى دي زمن علامه انقضائها، طعن في الشيء يعني بدأ فيه أو دخل فيه، زي ما تقول أنت طعنه بالسكين يعني أدخل السكين في جسمه، يبقى الدخول في الشيء يسموه طعن في الشيء، خدت بالك؟ وإن كانت تلك المعتدة التي هي غير المتوفى عنها، وهذا مقابل لقوله وهي من ذوات الحيض، صغيرة أي قبل البلوغ، أو كبيرة أي بعد البلوغ، لم تحض أصلا أي لم يسبق لها حيض في عمرها أبدا، اللي هو يسموه إيه، واحدة عمرها ما شافت حيض، يعني بلغت سن ال 12 سنة اللي هي معظم بنات مصر عند 12-13 سنة بالكتير تحيض، دي بقت عندها 15 سنة ولسه ما حضتش، 16-20 سنة ولسه ما حضتش، يبقى في الحالة دي عدتها ايه بالشهور، لان ما شافتش حيض اصلا، خدت بالك، لم تحض اصلا اي لم يسبق لها حيض في عمرها ابدا، بخلاف من سبق لها حيض ثم انقطع لعارض او غيره، فانها تصبر حتى تحيض فتعتد. النوع الاولاني لم يسبق لها حيض بيسموها في الانجليزي برايمري اميلوريا، يعرفوها دكاترة النساء، واللي جالها بعد كده ايه انقطع حيضها بعد ما كانت بتحيض يسموها سكندري امينوري، يعني انقطاع حيض اولي او انقطاع حيض ثانوي، خدت بالك، اي لم يسبق لها حيض في عمرها ابدا، بخلاف من سبق لها حيض ثم انقطع لعارض او غيره، فانها تصبر حتى تحيض، طالما جالها حيض ولو مره في عمرها وانقطع يبقى عدتها بالاقراء، تصبر بقى لحد ما يجي لها ان شاء الله. طبعا الوقت بالعلاج الطبي ما مش هتطول كتير، هتروح للدكاتره هيدوها شويه اقراص هتجيلها على طول الحيض سهله يعني، لكن كان زمان لا ما فيش العلاجات دي. يبقى الصور اللي هي انها يعني انها تقعد لك سنين طويله مستنيه الحيض دي كانت ايام الشيخ البيجوري، بقى الوقت مش هنلاقيها، واخد بالك، لانها هتروح تتعب. ها الشيخ البيجوري، الشيخ البيجوري كان بعد الحمله الفرنسيه 1277 هجري، والحملة الفرنسية كان 1212، هو جاء من بلده 1211 يتعلم، جاء من الباجور نزل القاهرة عشان يروح الأزهر، فلقى الحملة الفرنسية جت بعدها بسنة، قام قاعد عند قرايبه في الجيزة لحد ما انقضت الحملة الفرنسية، وبعدين راح رجع للأزهر تاني 1215 وتعلم بقى في الازهر، وبقى شيخ الازهر، وبقى ده ومات بقى سنه 77 1277 ده الشيخ الامام البيجوري. نابليون بونابرت اصله كان بيقتل كل يوم 5 من علماء الازهر الكبار، يقتلهم يوميا لمده سنه، قتل 1500، بعد ما خلصهم سافر فرنسا، لان هم جايين اصلا مش يحتلوا مصر، ده كان جاه
تقرير من المستشرقين الفرنسوية في مصر إن هناك نهضة كبيرة سوف تقوم في مصر على يد علماء من الأزهر في كل مجالات العلوم، في مجالات الطب وفي مجالات حتى السلاح وفي مجالات الكيمياء وفي مجالات كل حاجة، وجات له أسماء العلماء اللي قايمين بهذه النهضة. وصلت هذه الأسماء للكنيسة هناك في أوروبا، وكان من القائد المغوار المشهور في الفترة دي كان نابليون بونابرت، فكلفته الكنيسة الأوروبية روح مصر ادلنا على دول، واخد بالك؟ ما كانش جاي يحتل، وجايب معاه علماء علشان يخلي هناك نهضة جهتها مختلفة، لأنهم كانوا هيعملوا نهضة منشأها الإسلام وهدفها رفع حالة المسلمين من التردي في الجهل وإيه ونفع البلاد. هو قتل دول وجاب لهم بديل للنهضة، وهي نهضة منشأها أوروبي وليس لمصلحة أهل البلاد، زي الجنين الغريب اللي عايز يزرعه في رحم الأمة الإسلامية. فلفت انتباهنا للآثار، ولفت انتباهنا للأوبرا وللتمثيل، ولفت انتباهنا الجماعة الفرنسوية والجماعة العلماء الكبار اللي كانوا بيقودوا النهضة. قتلهم كل يوم 5، خلص عليهم مع السلامة جري وسابها لكليبر. جاء سليمان الحلبي لما لقى المنظر ده راح قتل ايه كليبر، قاموا موتوه بالخازوق سليمان الحلبي. جاء مينو لقى ايه كليبر مات ونابليون اتخلى عنه وهو كان قائد ضعيف خواف فأسلم، وبقى الحج مين، واخد بالك؟ واتجوز واحدة من رشيد، بنت عمدة رشيد اتجوزها وانجب واد سماه يوسف ولبسوا العم، وبقى ايه عم ايه عم مينو ابو يوسف واسلم، وبعدين انقضت الحملة الفرنسية وعايشين الى الان في ذيل اوروبا من ساعة الحملة الفرنسية ليومنا هذا. هو ده اللي كان مقصود، لكن كان 1500 عالم كان هيخلونا اوروبا تجري ورانا مش احنا اللي نجري ورا اوروبا. شفت بقى الخطأ التاريخي؟ أنيس منصور الله يرحمه كان يقول ان الحملة الفرنسية دي انارت لنا الطريق واضاءت لنا مش عارف ايه، اضاءت لنا الطريق الى اوروبا ولم تضيء لنا الطريق الى حضارتنا الاصلية النابعة منا. فهمت بقى يا سيدي؟ والجبرتي نفسه قال كده، قال ان نابليون بونابرت كان يقتل يوميا 5 من علماء الازهر الاجلاء يوميا في ساحة الازهر رميا بالرصاص كل يوم 5 لما اكمل 1500 اللي هي الاسماء اللي جات له، خلصهم قال لهم سلام عليكم انا عندي شغل في اوروبا، اقعد انت يا كليبر هنا. فهمت بقى؟ دي القصه الحقيقيه للحمله الفرنسيه، وبتتكتب في التاريخ بطريقه غلط. المهم الشيخ البيجوري كان معاصر لهذه القضايا كلها، وكان طالب لسه صغير في الازهر، وبعدين ايه اكمل دراسته. المهم خلينا احنا هنا وربنا ينجينا، هو ربنا أراد ذلك علشان يتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إننا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذ بالقذف حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءكم. فده سنة الله في هذه الأمة أن تمتحن، فترة تقود العالم وفترة تقاد وتمشي وراء التنين، وده امتحان في حال القيادة وامتحان في حال الاتباع. فإحنا الآن في مرحلة الاتباع وليس في مرحلة القيادة، فعلينا أن نحذر وأن نتخير ولا نسير خلفهم عميان. علشان أدام أنت عارف بأنك أنت بتتبع يبقى خد بالك بقى، لما أنت ماشي وراهم يبقى تخير مش تمشي وراهم وخلاص. فربنا ينجينا. المهم يعني الحملة الفرنسية دي كانت امتداد للحروب الصليبية أصلا، ولكن لها صورة أخرى وهي القضاء على كل من يعيد للأمة مجدها حتى تعود تقود العالم مرة أخرى. فهمت بقى إزاي؟ والشيخ العطار كان من ضمن هؤلاء العلماء، لما شاف نابليون بونابرت عمل كده هرب للشام وقعد في الشام بقى، فده نفد. يعني قصص طويلة. الشيخ حسن العطار كان من مشايخ الأزهر الكبار، وكان عنده معمل بيعمل فيه تجارب كيميائية. ده كان علامة كبير وكان عقليته، وهو
اللي كان يبعت ناس علشان ينقلوا الأوروبيين متقدمين في إيه ويجي يقربوا في المعامل عنده، وكان عنده معمل للفلك وعنده يعني كان راجل بحاسة كبير عقلية كبيرة. فده هرب وكان بيربي أجيال، فربنا ينجينا. المهم قاعدين احنا ايه نبكي على اللبن المسكوب، خلينا احنا هنا خلاص. يبقى الشيخ البيجوري هنا بيتكلم على ايه، على العصر بتاعه، انها تصبر لو انقطع حيضها وتبقى عدتها من زاوية الاقراء طالما حاضت ولم تبلغ سن اليأس، وان احنا في زماننا احنا مش هينفع الحكاية دي لان هتعالج بدري بدري. فإنها تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر كما مر. قوله ولم تبلغ سن اليأس فقيد لدفع التكرار فيما بعده، لأنها إذا بلغت سن اليأس كانت آيسة فهي داخلة في قوله أو آيسة. في فرق بين آيسة ويائسة، فهمت؟ آيسة يعني من الحيض، ويائسة يعني قانطة من رحمة الله. فلا يتصور أن المرأة المؤمنة تبقى يائسة، لكنها قد تكون آيسة، والآن بقت آيسة بائسة، فربنا ياخد بيدها. قوله أو كانت متحيرة فعدتها 3 أشهر في الحال. المتحيرة اللي احنا ما نشوفهاش برضه، اللي هي امرأة ايه شايفة الحيض طول الشهر كده، دم نازل عليها طول الشهر، أو يجيلها مثلا ايه 3 أيام ويبطل يوم، و5 أيام ويبطل يومين، و6 أيام ويبطل نص يوم، و10 أيام ويبطل يوم واحد، حاجة تحير. هذه يسموها متحيرة أو محيرة، لأن هي حيرت الفقيه. تروح للفقيه تقول له صلي إمتى؟ أعمل إيه؟ فالفقيه يحتار معاه، وهي نفسها متحيرة تعمل إيه؟ فسموها المتحيرة أو المحيرة. كويس؟ طبعًا دي النوعية دي ما بقيناش نشوفها دلوقتي لأن بقى في علاج طبي. أو كانت متحيرة فعدتها 3 أشهر في الحال، لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض غالبا، هذا إن طلقت في أول الشهر. فإن طلقت في أثناء الشهر فإن كان الباقي يسح حيضا وطهرا أقل الحيض يوم بليل وأقصر الطهر 15 يوم، يبقى ما يسح حيض وطهر يبقى 16 يوم، مش كده برضو؟ لأن أقل الطهر 15 يوم وأقل الحيض يوم وليل. فإن كان الباقي يصح حيضا وطهرا بأن كان 16 يوما فأكثر. عرفت ليه قالها 16 بقى؟ حسب لها قرآن لاشتمالي على طهر لا محالة، وتكمل بشهرين هلاليين بعده. وإن كان لا يصح حيضا وطهرا بأن كان دون 16 يوما لم يحسب لها قرء وتعتد بعده 3 أشهر هلالية. وأما المستحاضة غير المتحيرة فترد لأقرائها المعتبرة في حقها، إذا كانت معتادة ترد لعادتها قدرا ووقتا إن عرفتهما، لأن المعتادة قد تكون عارفة عادتها قدرا ووقتا، يعني بتجيلها في إيه في الأسبوع الأخير من كل شهر عارفة وقتها، وبتجيلها قدرها قد إيه، بتقعد 7 أيام 6 أيام 5 أيام، هي عارفة قدرا ووقتا، وقد تكون عارفة القدر ومش عارفة الوقت. واضح؟ فترد المعتادة لعادتها قدرا ووقتا إن عرفتهما. والمميزة قد تكون مميزة، ترد إيه المميزة؟ إنها بترى الحيض في ألوان، لون دم قاتم وبعدين دم فاتح وبعدين صفر، فنعتبر إن الدم القاتم ده هو ده الحيض، والحاجات التانية دي استحاضة، بشرط ألا يكون الدم القاتم ده يكون مدته أكثر من 15 يوم اللي هي أقصى مدة حيض، ولا أقل من يوم وليلة اللي هي أقل مدة حيض، وأن يكون المسافة بين هذا الدم انقطاع وبين الدم اللي يجي نفس اللون ده بعده 15 يوما فأكثر، عشان يبقى أقل الطهر، عشان نقول عليها مميزة. طب لو ما كانتش بهذه الصورة يبقى مش مميزة. فاهم؟ كل الحاجات دي شرحناها أيام ما كنا بنشرح الاستحاضة. والمميزة لتمييزها، والمبتدأة غير المميزة أو الفاقدة شرط تمييز ليوم وليلة في الحيض و29 يوما في الطهر فعدته 90 يوما. قول آيسة أو آيسة أي من بلغت سن اليأس،
سبق لا حيض أو لا، فعدتها ثلاثة أشهر، أي لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك كما قاله أبو البقاء في إعرابه أو في إعرابه. وقول إن ارتبتم قيد لبيان الواقع، لأنهم كانوا ارتابوا فيما تعتد به الأيس، ومن لم تحض فبين الله ذلك لهم. وقوله هلالية أي وإن كانت ناقصة. إن انطبق طلاقها على أول الشهر بأن وافق طلاقها أول الشهر، فإن طلقت في أثناء شهر مقابل لقوله إن انطبق طلاقها على أول الشهر، يكمل المنكسر 30 يوما، أي سواء كان المنكسر تاما أو ناقصا، وهذا في غير المتحيرة، لما علمت من أنه إن بقي من المنكسر 16 يوما فأكثر حسب لها قرأ وإلا ألغي المنكسر. فإن حاضت المعتدة أي المذكورة وهي الصغيرة والكبيرة التي لم تحض أصلا، والمتحيرة والأيسة، وقوله في الأشهر أي في أثناء الأشهر الثلاثة المذكورة، وقول وجب عليها العدة بالأقراء أي لأنها الأصل في العدة، وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم ينتقل للماء، لكن خد بالك لو انقضت الثلاث أشهر وما شافتش قرء وبعدين حاضت يبقى انقضت عدتها، كالمتيمم الذي تيمم وشرع في الصلاة وجد الماء ليس عليه أن يقطع الصلاة ليتوضأ لأنه شرع في إيه؟ في الصلاة. خدت بالك؟ زي نفس الصورة يعني. قوله أو بعد انقضاء الأشهر أي أو حاضت المعتدة المذكورة بعد انقضاء الأشهر، هذا هو الصواب، وما وقع في بعض النسخ من قوله أو بعد انقضاء الأقراء غير صواب. قول وقول لم تجب الأقراء أي في غير الأيسة، لأن حيضها حينئذ لا يمنع أن عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن. وأما الأيسة فإن نكحت زوجا آخر فكذلك لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود، كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة. وإن لم تنكح بعد الأشهر زوجا آخر فإنها تعتد بالأقراء، يعني لو هي اعتدت بالأقراء بالأشهر ولم تحض وبعد 3 شهور تزوجت زوجا آخر وبعدين جالها حيض، خلاص زي اللي تيمم وشرع في الصلاة ما يقطعش الصلاة. طب افرض ما تزوجتش وانقضت 3 شهور ثم جاءها حيض ولم تتزوج، ترد للأقراء. فهمت الصورتين؟ لكن اللي تزوجت خلاص. وإن لم تنكح بعد الأشهر زوجا آخر فإنها تعتد بالأقراء لتبين أنها ليست أيسة، ولو انقطع الدم قبل تمام الأقراء استأنفت عدة بالأشهر لأنها أيسة حينئذ. يعني افرض هي من ذوات الأقراء كويس، وكانت عندها احنا قلنا مثلا سن اليأس 60 سنة، فبدأت عدتها وعندها 59 سنة، جالها حيض بعد 6 أشهر، قعدت تستنى بعد 6 أشهر عشان يجي لها طهر تاني، فوصلت للـ60، خلاص تعتد بـ3 شهور وخلاص. واضح؟ يبقى انتقلت لإيه؟ للأشهر. والمطلقة ومثلها المفسوخ نكاحها قبل الدخول بها أي قبل وطئها، ولو في الدبر، لأن الوطئ في الدبر كالوطئ في القبل في إيجاب العدة، ومثل الوطئ استدخالها المني المحترم ولو في الدبر أيضا. ساعات دلوقتي بيعملوا إيه؟ تلقيح خارجي، تاخد المني الدكتور بتاع النساء وبعدين يدخله جوه الرحم، واخد بالك؟ آه، يبقى استدخلت المني، يبقى في الحالة دي هتبقى عدتها ايه؟ لها عدة حتى لو ما كانش دخل بيه، طالما ايه ادخل مني في فرجها. استدخليها المني المحترم، خد بالك ان الشافعية بيقسموا المني المحترم ومني غير محترم. ايه هو المني المحترم؟ الذي خرج بطريقة مشروعة كأن يكون بيد الزوجة، اما لو اخرجه بيده هو كالمستمني فهذا لا ايه حرام، ويبقى مني غير محترم، يسموه مني غير محترم. ليه؟ لانه اخرجه بطريقة غير مشروع. واضح؟ دي حتة تاخد بالك منها لأن دي موجودة في الفقه الشافعي كثيرا، يقول لك ماني محترم وماني غير محترم،
عشان تعرف الفرق بينهم. ومثل الوطء استدخالها المني المحترم ولو في الدبر أيضا، والمراد المحترم ولو في حال خروجه فقط بأن خرج على وجه جائز، بخلاف غير المحترم في حال خروجه، فلو استمنى بيده ثم أدخلته المرأة فرجها لم تجب عليها العدة لكونه غير محترم، لأنه لم يخرج على وجه جائز حتى لو تخلق منه ولد لم يلحقه. ودي نقطة مهمة عشان دكاترة النساء ياخدوا بالهم منها، بالذات في حكاية التلقيح الخارجي، لما يأخذ المني ده يأخذه بطريقة تليق، يعني يجعل الزوجة هي التي تكون سببا في خروجه ولا يخرج الرجل بيده عشان يلحقه في النسب. طب في أوروبا ممكن يكون التلقيح الصناعي ليس بمني الزوجة؟ لا، في أوروبا حرام، لو كان ليس في هنا وفي أوروبا. هل تعتبر زنا؟ لا، ما يعتبرش زنا، بس يبقى حرام، لا يثبت له النسب. الزنا وإدخال الذكر، لكنه ده حرام من جهة اختلاط الأنساب. زي إيجار الأرحام برضو، يعني يبقى ماني الزوج وبويضة الزوجة ويجيب واحدة تالتة يحطوه في رحم واحدة تالتة، كل ده حرام، لأنه ده هيؤدي إلى اختلاط الأنساب. وإحنا قلنا أن الإسلام تميز بالأنساب والإعراب والإسناد. دين الإسلام اهتم بالثلاث حاجات دول، وبيه ربنا حافظ لنا هذا الدين. وقول لا عد عليها، أي لقول تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والمعنى في عدم وجوب العدة عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراء، لكن لو كان عليها بقية عدة سابقة لم يصح نكاحها حتى تتمها، كما لو طلقها بائنا ثم عقد عليها قبل تمام عدته كأن مضى قرء منها ثم طلقها قبل وطئها، وما في معناها من استدخال المني المحترم فلا بد من إتمام العدة السابقة بالقرآن الباقيين والأشهر كالأقراء، فتنبه له فإنه قد غلط في كثير بل أنكره بعضهم. السورة الأخيرة دي مهمة، يعني طلق زوجته وكان قد دخل بها، وكان قد دخل بها ثم عقد عليها مرة أخرى قبل انقضاء عدتها، واضح؟ لأن يجوز له، لأنه وزدوج، فهمت؟ هو نفسه، فعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول الثاني، ترجع تكمل عدتها الأولانية، تكمل عدتها، وما نقولش بقى ملهاش عدة، لا ده هنا هتكمل العدة الأولانية، فهمت الصورة دي؟ يقول لك لأن غلط فيها كثير من الناس، فتنبه. قوله سواء باشرها الزوج، أي فلا عبرة بهذه المباشرة لما علمت من أن العبرة بالوطء وما في معناه، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على وعدة الأمة المرة الجاية إن شاء الله، يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. كان معاك الدور. طب قول للشاب حيو دخل يدور عليه، قول له موجود هنا.